أصحاب الكهف كانوا فتية، يعني كانوا شباب زينا، بحبوا يعيشوا، بلبسوا على الموضة، بسمعوا أغاني، بلبسوا براندات، عايشين حياتهم. يعني ما كانوا شيوخ ولا كانوا كبار بالسن. تعرفوا على رب العالمين مثل ما هلأ نحن عم نعمل، مثل ما بنتعرف على رب العالمين عن طريق أسماءه الحسنى، عن طريق معجزاته فينا وبخلقه. على ما نشوف قلبنا كيف بيشتغل، عقلنا، عينينا، بنقول سبحان الله. كل ما نغوص بإعجاز وأسماء الله، كل ما بنحب رب العالمين أكثر، وكل ما بنحبه أكثر، كل ما بنعرف نعبده أفضل وأحسن. أصحاب الكهف كانوا عايشين مع أقوام يعبدوا الأصنام، استسخفوا اللي بيعملوه قومهم، تعرفوا على رب العالمين وبلشوا يوعوا الناس ويخبروهم عن رب العالمين، بيحكي لهم إنه اللي عم تعبدوهم ما بضروا ولا بنفعوا، هم عبارة عن أحجار. الملك عرف إنه في شباب عم تدعو لرب العالمين وإنه يتركوا عبادة الأصنام، اتوعد بقتلهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما عرفوا بنية الملك ففروا إلى الله، طلعوا الجبل، لقوا كهف قعدوا فيه، ما كانوا عارفين شو بده يعمل رب العالمين اللي عمل، ما حدا عمل، لأنهم آمنوا وأحسنوا الظن بالله. رب العالمين نيمهم، نيمهم فوق 300 سنة، ما نيمهم وبس، ما حماهم من قتل الملك وظلمه وجوره، لا، حماهم واعتنى بأجسادهم. مثل ما بنعرف إن المرضى اللي بالعناية المركزة أو اللي داخلين بغيبوبة لازم يقلبوا، يعني لازم الممرض يحركهم يمين شمال، مرة على ظهرهم، عشان أجسادهم لا تصلب ولا تعفن. رب العالمين طبطب على قلوبهم وقال لهون وارتاحوا، اتركوا الباقي علي، خلاهم يناموا. وهم نايمين بالكهف كان يقلبهم يمين وشمال كرمال أجسادهم تضلها صحيحة سليمة، لأنه رح يرجع يصحيهم ليكملوا الرسالة. وكمان خلاهم يناموا وعيونهم مفتحة، لأنه لو العين غمضت كتير، يعني احنا بالعادة لما نكون قاعدين بغرفة شوي معتمة أو بلا ضوء، أول ما نطلع على الشمس أو على الضوء بنكون مش قادرين نفتح عيوننا، فكرمال ما عينيهم تتعب أو تخرب خلاهم يناموا وعيونهم منفتحة. كمان في سبب تاني لعيونهم منفتحة، إنه أول ما حدا يفوت الكهف، تخيلوا فتنا ولقينا شباب فتحين عينيهم عم يطلعوا على باب الكهف، أكيد رح نخاف، أكيد رح نفر من منظرهم، رح يصير في قلوبنا رعب. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ما أجمل الإنسان لما يكون تحت العناية الإلهية، ومو بس هيك، كمان رب العالمين خلى الشمس تزورهم يوميا بدون ما تكون متسلطة عليهم، لأنه لو تسلطت عليهم رح تأذيهم، بس خلاها تحرف شوي، تفوت من فتحة بالكهف، تطهر المكان وتخلي أجسادهم سليمة بدون ما تأذيهم. نفس بالضبط العناية المركزة بالمستشفيات، لازم تكون غرفتهم يعني متطهرة عن طريق الإضاءة، عن طريق إضاءة الشمس، بس بدون ما تكون في تسليط على المريض النايم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 300 سنة وهم تحت العناية الإلهية، 300 سنة وأكثر. نحن عنا بالمستشفيات إذا الواحد من أهله واحد تعب سنة سنتين خمسة بالآخر بيزهق، ممكن يكون منيح ويقول الممرض بعطيك مصاري شهريا ودير بالك عليه واهتم لي فيه، وإذا صحي هاي رقمي رن اللي عليه، بس رب العالمين ما تركهم 300 سنة وزيادة، ضلوا يقلبهم، ضلوا يجيب الشمس تزورهم. يا الله ما أرحمك وما أعظمك، قدي أنت رؤوف فينا 300 سنة وأكتر.
عاشوا بالكهف. ولأنه رب العالمين عارف أنه الفصول صيف شتاء وحوش مسافرين حشرات حيايا قوارض كله رح يمر عليهم خلال نومهم 300 سنة وزيادة، فلهيك خلى كلبهم نايم قدام باب الكهف. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكتير سألوا انه ليه رب العالمين قلب اصحاب الكهف اما الكلب ما تقلب، ضلوا باسط ذراعيه امام باب الكهف ما تقلب ابدا. فاكتشف طبيب الماني انه تحت جلد الكلب في غدد بتخلي الكلب لو ضلوا قاعد بالسنوات ما جلده او جسده يتعب. سبحان الله، ما اعظمك وما احنك علينا، الله بيتكفل فينا، بيتكفل بكل شيء بحياتنا، بس ما علينا الا انه نحسن الظن. اصحاب الكهف لجأوا الى الله فآواهم الله، شو بدهم اكتر من هيك؟ نيمهم 300 سنة وزيادة، قلبهم، خلى الشمس تطل عليهم بدون ما تأذيهم، خلى الكلب واقف عشان الناس تخاف منهم وما تدخل لكهفهم، وخلى عيونهم مفتوحة كرمال ما تتآذى وكرمال تخوف أي حدا حاول يدخل الكهف ليفكرهم صحيح. ونيمهم 300 سنة وزيادة حتى ما الظالم مات وتغيرت كل الحياة كلها انقلبت، الناس اللي كانت على زمنهم كلهم ماتوا وصار في ناس جديدة وحياة جديدة. وانت بعدك عم تخاف على الرزق؟ كل المشاكل هلأ عم تصير على الرزق، الحروب عم تقوم على الرزق، الحسد على الرزق. لك يا بني آدم، انت اول ما بتنخلق اول ما ينفخ فيك الروح يكتب لك رزقك، قبل ما يكتب لك شقي ام سعيد، قبل ما يكتب لك الملاك انت من اهل الجنة او النار، بيكتب لك رزقك. في السماء رزقكم وما توعدون. الرزق اشد طلبا للعبد من الموت، والله والله رزقك عم يركض وراك مثل ما الموت اكيد رح يصيبك. انكتب لك رزقك، ما تضلك تركض وما تهكي الهم، ما تخاف، رزقك لو شو ما عملت رح تاخده، ولو شو ما حاول حدا يمنع عنك رزقك والله غصب عنه رح تاخده. قالوا لواحد انه سعر رغيف الخبز صار 100 دولار، قال ولا بهمني ولا بفرق عندي. قالوا لي يا ابن الحلال بنقول لك رغيف خبز 100 دولار؟ قال ولا بهمني، لانه رب العالمين امرني بعبادته وأمر نفسه أنه يرزقني، من شو بدي أخاف؟ فبالله عليكم بكفي نخاصم بعض عشان الورثة أو عشان المصاري، بكفي حسد، بكفي ازدياد بأعداد الأمراض النفسية، بكفي تعب وإرهاق كلنا على أعصابنا بسبب الرزقة، بسبب المستقبل، بسبب أنه عم نفكر ببكرة. ما علينا إلا أنه نحسن الظن والباقي على الله. بحسن الظن تقوى فيك روح، وليس سوى القوي له البقاء. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات، لكل العالمين هموم، فلست وحدك يا مهموم، ولكننا نهونها، فحال المرء ليس يدوم، لا 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 يدوم. تنضج فكرنا العبرات، بلا بلا، تصحينا من الغفلات، تعلمنا تقوينا، بلا بلا بلا، لنمضي بعدها بثبات.
لذا لذا دندن مع الكلمات. تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات، دع الأيام وافعل ما تشاء، وقف نفسا ولو حل ابتلاء. فضبط النفس يجلي عنك همّا،